الزميل عزيز شريف شعبان. مساء الفل عليك. مساء عليك يا حبيبي، من حيث الفل بشكل قاطع في كل مكان. متواجد في النادي الاهلي من التمرين، انتهى من حوالي اكثر من ساعه طبعا. الان من بكره، عشان بكره اجازه، يمكن ملعب مختار الدتشي يمكن بيرشوه طبعا رشه كامله شويه، وحطوا فيه الكيماوي عشان بكره اجازه، فبتستغلوا اقل وقت كده بقى فيه اجازه على طول. استلمت الملعب ما شاء الله مش شغاله بكل جهد بكل اخلاص ما شاء الله بجد، يعني كنت لازم احييهم. لان قدامي فعلا المشهد قدامي لازم انهولك. يعني دي حاجه ثانيه، التمرين كان في الخميس مساء النهارده، يمكن استمر حوالي ساعتين. يمكن بدا التمرين طبعا استلام لمباراه كيم سبورت اللي هيكون بشكل مبدئي يوم 14 ديسمبر. بدا بالتسخين وبعد كده التمرينات البدنيه وبعد كده الدوائر بالكره، واختتم مستر الكابتن محمد يوسف. بتقول لك مستر محمد يوسف، واختتم الكابتن محمد يوسف بتقسيمه على فكره. عايز اقول لك على حاجه، انا يا شريف انا عايز اقول لك على حاجه، الجماهير جميل الاهلاويه بتستمتع لما بتطلع انت تقول لنا او توصف لنا التمرين، فانا عايزك تاخد وقتك وتاخد راحتك. هم بيبقوا مستمتعين وانت بتوصف التمرين، كان في دواير ومين اللي تالق في الدايره ومين اللي داخل في الدايره، يعني كده ايه، اوصف لنا الوصف كده ايه يعني نستمتع بيه. انا طبعا بشرت طبعا الدواير طبعا نفس ما عارف ان بقى اربع خمس لعيبه بيبقى على طول تسلم واستلام من لمسه واحده، وفي واحد في النص بيحاول ياخد الكوره علشان خاطر ايه، واللي اتبدع منه او اللي يبطي غلط تمام ينزل هو في النص مكان اللاعب اللي في النص يعني. تمام. فطبعا انت عارف بيبقى يعني ايه الاقل مهاره ممكن او الاقل مجهود، اللي بيقف مثلا يعني وليد سليمان مثلا بيعرف يقطع الكوره بسرعه علشان خاطر قصير شويه، فبيعرف يضغط اللعيب الطويل ممكن ما يقدرش يقطع الكوره بسهوله مثلا يعني. تمام. بس في التقسيمه بقى، خلينا في التقسيمه، بيبان ناس يعني النهارده بيبان ناس كتير جدا. رمضان صبحي النهارده مفرح بينزل التمرين، بقى له كام يوم ما بينزلش تمرين، عنده غياب ما بينزلش تمرين. النهارده بيشارك في التمرين بكل قوه، بيتعلق جدا في التمرين. حسين الشحات النهارده بيتعلق جدا. ديانج يمكن ديانج الوقت الجديد اللي جميل قوي بتسال عليه النهارده، بيعمل تمرين ولا اروع ولا اجمل. يمكن النهارده لفت نظري النهارده في التمرين وليد سليمان، احمد فتحي. لا النهارده الناس لعيب النادي الاهلي كابتن ميدو كله مركز في عمله، كله مركز في شغله، كله بيتعلق في تدريبه، كله ما لهمش علاقه في دور خارج مستطيل الاخضر هو النادي الاهلي. كل مركز، كل عاوز يثبت لكابتن محمد يوسف او يثبت لاي مدير فني موجود ان هو جميل بارتداء الفانيله الحمراء. يمكن التقسيمه اللي اختارها بيها الكابتن محمد يوسف التمرين يتعلق فيها اكثر من لاعب. التاريخ كمان مستمر على الجانب الاخر لمحمد محمود، لسعد سمير، لباسم عالي، لحسين السيد. يمكن الاربعه النهارده كانوا بيتاهلوا مع بعض واختتموا بطايره كده، طايره بالقدم. شارك معاهم الكابتن صدق خفيف مدير الكوره ما شاء الله عليه، يمكن الخشب واقف على رجلين خاسس بيجاريهم في الطايره كأنه يمكن اصغر منهم كمان. يمكن صالح جمعه امبارح حاسس بتقل شويه في التمرين. الدكتور خالد محمود طبعا بخبراته الكبيره كاف عليه ينزله التمرين النهارده للشباب، قالوا لا لا خلاص تعمل النهارده تمرين خفيف وتخش الجيم علشان ما يحصلكش اصابه، وكده كده الجمعه اجازه ومفيش تمرين، فهيبقى السبت هيبقى عنده وقت. تمام. لصالح عمل التمرين. يعني هو شخصها دكتور خالد، شخصها باجهاد فحب يريحه، ولا كانت في حاجه اكبر من الاجهاد؟ لا لا اجهاد، هو عنده ثقل شويه فقال لك لا ده عنده اجهاد، فلا بلاش تتمرن النهارده، نعمل تمرين خفيف، نعمل لك تمرين جيم وتمرين خفيف وتنزل المخطط، ويوم الجمعه اجازه وتبقى تتمرن عادي مش اي حاجه خالص. فطبعا تفاجئ من الاصابه، يمكن احترازي من الاصابه. تمام. على الجانب الاخر تدريب الحراس، يمكن حراس مع كابتن طارق سليمان، كابتن طارق معودنا الفتره الاخيره بينزل مع شريف اكرامي قبل التمرين الساعه ساعه ونص في الجيم معايا، وبعد كده دوت يبدا يمرن شريف تصويبات الكور العرضيه. شريف ما شاء الله يمكن يوم بعد يوم بيتعلق، شريف خلاص بدا يخش او بدا يعلى بالحلم بتاعه علشان يجاري الشناوي وعلي لطفي، فشريف خلاص المراحل النهائيه علشان يرجع مره اخرى لتمارين الكره العاديه جدا. كمان على الجانب الاخر يمكن علي لطفي، الشناوي، مصطفى شهير، حاجه يعني تمرين على ارض على اقوى. النهارده بعد انتهاء التمرين كان حريص يقعد مع مصطفى شهير حوالي نص ساعه في الملعب، يديله تعليمات، كان معاه
علشان خاطر يعني يتفادى المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تحصل في التمرين او تشوفها الكابتن طارق سليمان. ترى الحفيظ مدير الكره على طول الجلسات النهارده كان حريص يقف مع حسين السيد طبعا نجم النادي الاهلي، كان حريص يقف مع عمار حمدي اللي طبعا الصغير الكبير في الملعب طبعا وقف معاه برضه فتره، كابتن محمد يوسف ايضا عقد جلسه مع شريف اكرامي يطمئن على صحته ويطمئن هيشوف هينزل الملعب امتى بيشتكي من حاجه ولا لا. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان باذن الله القادم افضل، ان الناس بتبتعد في ملعب، الناس فرحتيزه في مباراه فريق كانو سبورت اللي هتتحدد لها بشكل مبدئي يوم 14 سبتمبر باذن الله الفوز يكون من نصيب لعيبه النادي الاهلي وباذن الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله. كنت بتكلم قبل ما تدخل او تنورنا يا شريف، كنت بتكلم مع الساده المشاهدين في اختيار مدير فني الجديد للنادي الاهلي، لان انت عارف الكل يا جماعه ويلا وامتى، فكنت بتكلم ان احنا بنتأنى لاختيار الاحسن، وان شاء الله في خلال يعني ساعات قليله باذن الله ان شاء الله يعني يظهر اسم المدير الفني اللي يكون عند طموحاتنا احنا كلنا كاهلاويه. طبعا كابتن ميدو، هنا السؤال يا كابتن ميدو كمان لما بتخش النادي الاهلي او انت او في الشارع، كل السؤال اللي بيشغل الراي العام اي حد بيشوفوه ينتمي او يمكن شغال في النادي الاهلي او بينتمي للنادي الاهلي على طول كل الجماهير بتسال مين المدير الفني الخاص؟ طب ده هو مين؟ طب هو برتغالي ولا برازيلي ولا الماني ولا اسباني ولا فرنسي ولا ارجواني؟ يعني كله بيسال، الكل بقى بيسال، واكيد الجماهير بتسال عليها. طب مين؟ لجنه تطوير على اعلى اعلى مستوى بالاسف طبعا الكابتن طه اسماعيل، الكابتن زكريا، الكابتن خالد بيبو، اسطوره النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن خطيب، في ترأيس، في دراسه استبيانات كثيره، في طلبات ماليه في الطلبه، في مين الجهاز المعاون، في امور كثيره جدا بتشغل اللجنه وبتشغل مجلس اداره النادي الاهلي، على جماهير النادي الاهلي الصبر، الثقه الكامله في مجلس ادارتها الواعي اللي بيعرف يدير الملف، اللي بيعرف يعني اصعب دوري في العام مر على تاريخ النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي يستحوذ على هذا الدوري الغالي جدا لكل اعشاق النادي الاهلي اللي اعتبروه اغلى بطوله دوري عام، بطوله رقم 41، فنقول لجماهير النادي الاهلي استنوا وما تقلقوش، كان عندكم ثقه في مجلس ادارتكم، كان عندكم ثقه في لجنه التطوير اللي بتقال طبعا الشيخ طه، وباذن الله باذن الله يجي مدرب على قدر ومسؤوليه النادي الاهلي، مدرب يسعد جماهير النادي الاهلي، محمد يوسف النهارده وباقي الجهاز شغالين والكل في انتظار التعاقد مع المدير الاجنبي في اي وقت، واحنا في انتظاره باذن الله يجي النهارده، يجي بكره، يجي الاسبوع الجاي، في انتظاره باذن الله عندنا تقديره في مجلس ادارتنا وفي لجنه التطوير النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، دايما مميز ودايما بيغطي يعني على احسن ما يكون المران. ده كان وصف تفصيلي شريف شعبان بصراحه، يعني وصف لنا التمرين، اتكلم على بدايه التمرين واتكلم على محمد يوسف تحديدا، كان يعني اتكلم مع لعيبه ازاي واتكلم مع لعيبه بعينها ازاي، اتكلم كمان عن طارق سليمان وقد ايه مهتم بكل الحراس لغايه احمد شوبير، من اول اكرامي لغايه احمد شوبير، يعني بيتكلم في الكل بصراحه، اتكلم كمان عن رجوع شريف اكرامي، اتكلم عن تالق لطفي والشناوي في المران، واتكلم كمان عن اجتماع كابتن سيد عبد الحفيظ. دي اخبار عندي بس هو طبعا قالها، اتكلموا ان هو كابتن سيد عبد الحفيظ ويوسف بيطمنوا على شريف اكرامي، كابتن محمد يوسف يعني. اتكلم كمان عن رجوع رمضان صبحي بقوه للمران النهارده، اتكلم عن راحه صالح جمعه اللي شاف الدكتور خالد ان هو مجهد نوعا ما وعنده تقل في العضلات نوعا ما، ففضل راحته النهارده وعنده بكره راحه كمان، فيرجع ان شاء الله السبت يعني فورمه. محتاجين كل اللعيبه، محتاجين كلنا نبقى جاهزين، حتى احنا كمان كجماهير والله العظيم لازم نبقى في الفورمه دايما ان شاء الله، كلنا جاهزين، وان شاء الله ان شاء الله البطوله الافريقيه تبقى عندنا في دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله.